يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان به مرض فهل هو بالخيار إن أراد أن يصبر أو أن يتعالج، وما هو الأفضل في حقه؟ العلاج مباح إن شاء فعله وإن شاء ترك، ما هو واجب ولا حتى مستحب، بل هو مباح، يباح التداوي وهو بالخيار، إن شاء عالج وإن شاء ترك العلاج. نعم.